السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوا. في الشتاء كنا بنزود البيض بطرق معينة، انما دلوقتي واحنا داخلين على الصيف الطرق هتختلف تماما. اي نعم احنا حرفيا ونظريا وعمليا داخلين على الربيع مش الصيف، لكن انا اقصد بالصيف هنا درجات الحرارة المرتفعة. لما بترتفع درجة الحرارة لازم تتعامل مع الطائر بمنطق مختلف تماما عن المنطق بتاع الشتاء. في الشتاء بيقل انتاج البيض لاسباب معينة، وفي الصيف برضو بيقل انتاج البيض لاسباب تانية خالص. هنقول لك ازاي تتعامل مع الحر علشان تحافظ على انتاج البيض، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في البداية لازم نفكركم بالشتاء اللي لسه ماشي من كام يوم او بيودعنا دلوقتي واحدة واحدة بالتدريج. في الشتاء احنا كان كل همنا وخوفنا بينصب على ايه؟ بينصب في مشكلة واحدة، وهي ان الطائر لما بياكل بيبقى عايز يتدفى، فبيعمل ايه؟ ما بيبقاش قدامه حل غير ان هو يحول الاكل، جسمه يحول الاكل الى طاقة حرارية. فلما نحول الاكل ده الى طاقة حرارية ده يعتبر كده ايه؟ الاكل ده مهدر وضائع، مش بيتحول الى انتاج. فكل ده بيؤدي الى قلة انتاج البيض في فصل الشتاء، تمام؟ وطبعا كان في حاجات تانية بتقلل انتاج البيض في فصل الشتاء، زي بعض عدوى البرد او بعض انواع الاسهال والرطوبة وكل الكلام ده. لكن تحديدا كانت المشكلة الاشيع والاصعب هي مشكلة ان الاكل بيتحول الى طاقة حرارية. فكان لزمن علينا ان احنا نقول لكم في الشتاء، تمام، ان احنا لازم ندفي الطيور، لان الدفى هيخليهم مش محتاجين يحولوا الاكل لطاقة حرارية. انما في الصيف الموضوع مختلف تماما، الطيور دافيانين دلوقتي، تمام، وقبل ما يجي الصيف الطيور دافيانة جدا، وهنبدأ شوية كده والربيع هيبقى سخن علينا، وكمان هيبقى فيه حر في الأيام القادمة. فساعتها حضرتك لازم تتعامل مع الطيور بمنطق مختلف وبطريقة مختلفة تماما علشان تحافظ على إنتاجية البيض. الموضوع بسيط خالص ومليان تفاصيل، لكنها كلها سهلة. التفاصيل اللي هنعملها كلها سهلة. الأكل لازم في الحر يختلف، يعني اول تفصيلة ان الاكل في الحر لازم يختلف. لازم ندي الطيور اكلات معينة، ولازم نضيف للاكل اكلات معينة. في ناس فاكرة ان الطيور في فصل الصيف مش هتسمن، مش هيجي لها دهون ممكن تسد مخرج البيض. لا، مين قال الكلام ده؟ الطيور عادي جدا ممكن في الصيف وخصوصا في الربيع كمان تاكل كتير فتسمن، تاكل بغباء فتسمن. فما ينفعش حضرتك تديهم اكل وخلاص بحجة ان هما الحر هيخليهم يحرقوا الاكل. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي خالص. هما في الشتاء بيحرقوا عشان يتدفوا، وفي الصيف برضو ممكن يخزنوا الاكل بسبب ان جسمهم ايه؟ جسمهم مش قادر بسبب الاجهاد الحراري والتعب ان هو يحرق، تمام؟ يعني الاجهاد الحراري ده لما بيجي للطائر مش بيخليه يحرق، لا، الحرق ده بيجي لما يبقى فيه حركة، والحركة بتبقى موجودة في الشتاء وبتبقى موجودة في الصيف، وبتبقى موجودة اقل شوية في الصيف بسبب الاجهاد الحراري. بتلاقي الطائر حركته اقل، جسمه مش قادر يتحرك، مش قادر يحرق الاكل، فممكن تحصل سمنة وينسد مخرج البيض بسبب الاكل الكتير. فاول حاجة لازم ناخد بالنا منها ان الاكل ما يبقاش كتير يا جماعة، الاكل ما يبقاش كتير. ندي للطيور بتاعتنا كميات على قدهم من العلف ومن الاكل بشكل عام. لكن لازم نركز عليه ان احنا لازم نضيف ردة في الاكل. الردة مهمة جدا في الاكل، تمام؟ وما تقولش ان الردة دي بتاعت الشتاء عشان السمنة، لا، تاني اكرر عليك، مشكلة السمنة موجودة في الشتاء وموجودة في الصيف وموجودة في اي وقت. فلازم تحط الردة في الاكل، ولازم تحافظ على الردة واستخدام الردة حتى في ارتفاع درجات الحرارة، سواء في الربيع او برضو في فصل الصيف، تمام؟ بعد ما نحط الردة في الاكل احنا كده بنحافظ على الطائر من السمنة. فنديهم بقى اي اكل تاني، ويفضل ان حضرتك تعمل ايه؟ تحط الردة مع بواقي الاكل، تمام؟ ما تحطهاش مع العيش. ولما تضطر تقدم العيش في الصيف، تمام، العيش طبعا بيزود الاجهاد الحراري، كربوهيدرات عموما بتسخن الطائر. لما تدي العيش ما تكترش، يعني من 30 ل 50 جرام للطائر الواحد،
تمام، من 30 ل 50 جرام للطائر الواحد، مش بس علشان السمنه، كمان علشان برضو موضوع الاجهاد الحراري والطائر جسمه ما يسخنش. من الحاجات الاساسيه بقى في الايام اللي جايه دي سواء ربيع او صيف، المايه يا جماعه، المايه لازم تكون كتير قدامهم، لان هما بيحتاجوا نسبه مياه اكتر، بيعطشوا اكتر، ولازم المايه دايما تبقى فريش قدامهم، جديده لسه مصبوبه، يعني تغير المايه كتير، تمام، موجودة أغلب اليوم لحد ما يناموا، ولما بيناموا يفضل إنك تحوش المية، تمام، يفضل إنك تحوش المية بالليل وقت النوم، وتصحى بدري تحط لهم مية بالليل، تحط لهم مية الصبح، تمام، بالليل هم العطش مش هيتعبهم قوي، بالليل العطش مش هيتعبهم قوي. في ظروف معينة في الحر الشديد احنا بنضطر نسيب لهم مية علشان خاطر الحر بيبقى موجود كمان بالليل، فممكن يعطشوا بالليل، ممكن يعطشوا بالليل، انما الجو بتاع دلوقتي انت مش محتاج تسيب لهم ميه بالليل، كفايه ان انت تغير الميه باستمرار، اي وقت النهار وساعات النهار، حلو، تغيرها باستمرار وتخليها فريش على طول، طول وقت الصحيان. في حاجه مهمه جدا بقى لازم نركز عليها وهي التهويه. التهويه يا جماعه هي الزتونه بتاعت موضوع الحر، موضوع الاجهاد الحراري، لازم تحافظ على موضوع التهوية، لازم تخلي الجو دايما متهوي حوالين الطيور، لازم تخلي الأكسجين بيتجدد، لازم تحافظ عليهم من غاز الأمونيا ومن تراكم غاز الأمونيا، لازم كمان تبعد عنهم الشمس المباشرة. الشمس المباشرة خطر جدا على أي نوع من أنواع الطيور أنت بتربيه، حلو، لازم يبقى فيه تغطية جيدة، لازم يبقى فيه حماية ووقاية من الشمس، السقف بتاعهم مظلل، لكن في نفس الوقت لازم الهواء يدخل ويخرج عادي جدا، الهواء يدخل ويخرج عادي جدا، ما تحرمهمش من التهوية الجيدة. مش معنى ان انت حشت عنهم الشمس ان انت هتمنع عنهم الهواء او هتقلل نسبة الهواء اللي داخلة واللي خارجة، حلو، لما تركز مع كل الكلام ده حضرتك كده بتحافظ على الطائر من اي مشكلة تتعلق بالحر والاجهاد الحراري، فالطائر مش هيتأثر بالحر وبارتفاع درجات الحرارة، وانتاجه مش هيتأثر باي شكل من الاشكال. لما تحافظ على كل التفاصيل دي واكد ليك ان انتاج البيض عندك هيبقى عالي جدا ومش متأثر باي مشكلة من المشاكل دي، بس انت تركز في كل التفاصيل، لان كل التفاصيل متعلقة ببعضها، وكل التفاصيل بتؤثر بشكل او باخر بنسب متفاوتة في انتاجية البيض في فصل الصيف او حتى في فصل الربيع. وكلامي مش بس على انتاج البيض عند الفراخ البياضة، كلامي على انتاج البيض لاي نوع من انواع الطيور اللي انت بتربيه، سواء فراخ او بط او حمام او وز او اي نوع من انواع الطيور. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.